دعا حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض الذي يرأسه أحمد ولداداه، دعا الموريتانيين إلى الوقوف في وجه الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية. ودعا في بيان صادر عنه جميع القوى الوطنية إلى وثبة شعبية لإفشال مخططات النظام والوقوف في وجه عمله على تفكيك موريتانيا. وطلب الحزب من أنصاره إدراك الظرفية الحرجة التي تمر بها البلاد والمزيد من اليقظة والتعبئة لإفشال مخططات أقول النظام وما تحمله من كوارث حسب نص البيان. كما وجه التكتل نداء إلى كافة أصدقاء موريتانيا من أجل مساعدتها على الخروج من الأزمة البالغة الخطورة على أمنها وأمن منطقتي المغرب العربي ودول غرب إفريقيا. وجدد التكتل تمسكه بموقفه الثابت من أن الحوار الجاد الجامع والمسؤول الذي يستجيب لتطلعات الموريتانيين في إنشاء دولة عدل ومساواة هو وحده السبيل للخروج من الأزمة الخانقة وفق تعبير بيان التكتل.